نوعية العظم أو يعني الفر بون دنسيتي از ات كلينيكال امبليكيشن امبلانتولوجي. ان شاء الله دكتور مروان مشكور، احنا نشكرك دائما على وجودك ومشاركتك معنا، ونتمنى ان شاء الله انه الجميع يقضي وقت ممتع، يقضي وقت مفيد، ونتشارك نقضي مع بعض. يعني هي احلى ما في الموضوع احنا نكون مع بعض، يعني هذا الشيء المميز في الموضوع. احنا شفنا صوركم، حكينا، سمعنا صوتكم، والله شيء يعني بيفرح الانسان من جواته. دكتور مروان تفضل. شكرا ابو رضوان، الله يعطيكم العافيه. قبل ما ابدا، يعني بدي انا كمان ابدي عن سعادتي. شفت هذه الوجوه الطيبه، لان فعلا والله انا يعني كوني موجود في المغرب، يعني 51% مني في فلسطين، يعني وهذا الاحساس ما يعني بيلازمني بشكل دائم، وخصوصا لما يكون الغربه قصريه ومش قادر الواحد يروح، بصير الموضوع اكبر يعني والحنين اكثر. فانا كثير سعيد اني شفت بعض الوجوه اليوم، يصلي زمان ما شفتهاش، وانا حقيقه مشتاق كثير لرؤياها. الشيء الثاني يا ابو رضوان، بدي اشكرك انت بشكل شخصي، واشكر طاقمك كيودنت. الحقيقه انه يعني ربنا يجزيكم الخير، هذه بالنسبه لي هذه هي صدقه جاريه اللي انتم بتعملوا اليوم، بغض النظر عن بزنس، بغض النظر عن شطارتكم، ذكائكم، طريقتكم في العمل، بس هذه فعلا صدقه جاريه اللي عملتوه بهذه الازمه. كونكم لقطتوا الموضوع سريعا وطورتوا حالكم بهذا مش غريب اول شيء عنكم انتم، الفريق كامل مش بس انت، يعني شباب يواصلوا الليل والنهار عشان يطلعوا مسموع الصوت برضو؟ نعم سمعي، احنا سمعين، قطع شوي بس سمعي. اوكي، علي الصوت شوي يعني ولا؟ لا الصوت واضح، لا على ناحية علو واضح الصوت، إذا أنت بيكون نفس السرعة بيكون كمية، الصوت واضح عالي يعني. كونكشن فيها مشكلة؟ يمكن قطع في مرة بس، يعني إذا بيكمل هيك بيكون منيح مناسب. أوكي حبيبي، بس أنا بدي أتشكركم على اللي أنتم بتعملوه. أعتقد إنه مستقبلنا مشرق من عدة نواحي. أول شيء بلادنا يعني انتم يمكن ما بتسمعوا ايش بنحكى برا، بس الحقيقة انه اشي مفخرة انه بلادنا لغاية الان، يعني شعبنا مع كل الانزلاقات، مع كل الثغرات هون، بس تصرف اهلنا وتصرف شعبنا فعلا مثالي، واشي برفع الراس حقيقة. وانا حكيت من قبل انه الشعوب والامم هذا هو مجال امتحاناتها، المحن، وان شاء الله في هذه المحنه انه يعني شعبنا بين عن 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 قيمه كثير كبيره، وان شاء الله انه ربنا راح يعطينا الاحسن لنا ولاولادنا باذن الله. بدي كمان يعني اطلب من الاخوه اللي موجودين اليوم، طبعا اللي موجودين وطلع على الاسماء هم من صفوه الصفوه في بلادنا في مختلف التخصصات، اورثودونتكس، اورال سيرجري، امبلانتس. انا سعيد كثير اليوم اني موجود بينهم، وبدي أنا أطلب من الجميع، دكتور جواد، دكتور مضر، دكتور أيمن، دكتور أبو علي، دكتور رائد، اللي بحب يوقفني في العمل في المحاضرة ويضيف شيء أنا يعني نسيته أو صحح لي شيء أو كذا، فحياكم الله. وقت بتقطعوني وبنوقف ونضيف الإضافة اللي بتحبوها. حقيقة أنا يعني من يوم ما بدينا الكونفاينمنت هذا وبطلع على المحاضرات تقريبا الإخوة المحاضرين كفوا وفوا، يعني وبهالشهر هذا حضرنا كمية محاضرات مهولة، لغاية أنه صار عندنا محاضرات كثير قيمة وكثير محاضرين عالميين وكله صار متاح وموجود، صار الواحد خلص يعني زهق ما عاش فيه، محاضرات كثير مضغوطة وكذا. فاختياري لهذا الموضوع او هذا التوبيك كان معرفتي انه في مستويات مختلفه من زملائنا، بعضهم زي ما حكينا صفوه الصفوه بكل الدنتستري وبالذات بالدنتال امبلانت، شيء بيعمل سيرجري ذا بيست اوف ذا بيست، بيعمل بروستاتكس برضه نفس الشيء ذا بيست، حتى برا ذير ذا بيست. وبالتالي في مجموعه كبيره كمان من الناس سواء ابتدوا يعملوا امبلانتس
وعندهم حرص كثير كبير وفي ناس بدها تعمل عندها اهتمام. فاختياري لهذا الموضوع كان عشان أن يكون باهتمام بمستوى الجميع تقريبا. لذلك بعض الأشياء إنها شوي بيسكس وبعض الأشياء تبدو إنها كثير متطورة على مستوى بعض زملائنا اللي موجودين. ف انتربت لما بدكم وقفوني واسألوا وإن كان أنا ولا أحد من زملائي بيجاوب ما في أي مشكلة. معش في سر, معش في اختلاف إنه إمبلانتري هي الحل الأمثل لتقويض الأسنان بطبيعة الحال. يعني اليوم ما فيش حدا, ما فيش اثنين بتناقشوا أنا عندي سن مش موجود أو مفقود, وما في اثنين يعني مش معش مقبول إنه نقعد نتناقش هل نعمل 3 يونت بريدج أو نعمل بلانت لتعويض مش موجود. هذا إشي بالنسبة إلي personally I cannot recall إمتى آخر مرة أنا أجى عندي مريض سنه مش موجود وعملت له 3 يونت بريدج على أسنان. طبعا إمتى أختيث ما فيش فيها شيء. The best ideal إنه إذا عندنا إمكانية, إمكانيات يعني خلينا نحكي مش بس مادية, إمكانية إنه نعمل لتعويض سن اللي مفقود هو الأحسن. الآن الإمبلاندنتسري, نجاح الإمبلاندنتسري بيرتكز طبيعة الحال بشكل الحديث بيرتكز كله على الكلمة الماجيك وورد, كلمة السحرية أوسيونتيغريشن. أوسيونتيغريشن هي باختصار شديد يعني باللغة المبسطة هي الاتصال المباشر أو العلاقة المباشرة ما بين خلايا العظم وما بين المعدن تبع الزرعات. اللي بدي بس يعني ألفت له الانتباه في 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 السياق الحديث إنه ما بدنا نحكي عن أوسينتيغريشن أو نجاح أو إمبلانت سكسس إذا ما كانش الإمبلانت تبعنا معمول له لودينج. هذا كمان ABC أوكي. إذن هو دايركت كونكشن ما بين ليفينج بون, يعني مش it has to be living bone, وما بين load carrying implant. إذا كان هذا الإمبلانت لسه في stage 2 ما حدا يحكي لي عن implant success. لما الإمبلانت هذا يتركب عليه some kind of a prosthesis temporary permanent whatever on the microscopic level, إذا كانت الخلية هاي لاصقة مباشرة على العظم ما فيش إشي بينها وما بين لاصقة على المعدن وما فيش إشي بينهم, ما في fibers, ما في connective tissue, ما في fibrous tissue بين ال bone cell وما بين ال metal, this is osseointegration. وهذا هو النجاح اللي احنا بنرتكز عليه في زراعة الأسنان. بطبيعة الحال osseointegration إلها conditions. الكونديشن الأساسي اللي احنا بنعرفه is implant stability, implant initial stability, وهذا في كل العظام. عشان العظام تلتئم بعد الكسور او بعد الخدوش او بعد لما بيكون في عنا بون ديفكت, عشان الخلايا الجذعيه مثل كان السيلز عشان تصير تتطور لخلايا عظم وتنضج بدها بشكل اساسي بدها تكون بدها immobility. وعشان هيك لما بصير الكسور بطبيعه الحال بنجبر هذه الكسور وبنخلي طرفين الكسر ما يتحركوا, لانه اذا في حركه, إذا في minor movement, micro movement, أي نوع من الحركة, الخلايا هاي ما راح تتطور لخلايا عظم, راح تتطور لخلايا أخرى. primary stability بطبيعة الحال اللي هي الثبات الأولي تبع الزرعة في داخل هذا العظم هي اللي بتعطي مجال لـ a biologic phase اللي هي implant secondary stability. secondary stability هي لما تيجي الخلايا وتلزق على الـ على الـ على السطح تبع الـ 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 المعدن وبيبدأ البيولوجيك فيس. بس هي بشكل أساسي إحنا بحاجة عشان يصير عندنا سكندري سابق بحاجة لا ثبات الأولي تبع الزرع. عشان يكون في عندي ثبات أولي بدنا شغلتين, بدنا كمية عظم كافية بطبيعة الحال, إذا ما عنديش كمية عظم كافية هذا الإمبلانت ما راح يكون ثابت. اثنين, بدي نوعية عظم معقولة, إمبلانت كواليتي. إذا نوعية العظم اللي أنا بدي أحط فيه الزرعة تبعتي مهوش كويس ما راح يضمن لي ثبات أولي وما راح يضمن لي بالمستقبل اوسيو انتجريشن معقول. اوكي, سو بنحكي عن امبلانت كواليتي. كل الناس بنسمع في عياداتنا نوعيه العظم منيحه, الامبلانت دنسيتي, بس في كان دائما في خلط. شو هي بون دنسيتي, شو هي كثافه العظم, ما ايش تعني, ايش تعني. فكان دائما في خلط ما بين
بون دنسيتي وما بين بون مينرال دنسيتي. بون مينرال دنسيتي شيء ثاني، بون مينرال دنسيتي يعني على الاقل احنا في 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 نورمال امبلانت دنتستري بعياداتنا اتس سمثينج ايلس، اتس ذا ميجر ميجرمنت اوف ذا اماونت اوف مينرالز، كميه المينرالز اللي موجوده في مكان معين من العظم او فوليوم معين من العظم، وهي مينلي احنا بنحكي عن مينرالز اللي هم كالسيوم وفوسفورس. هذا التست احنا بنعمله طبعا راديولوجيكلي عشان نقيس قديش عندنا اوستيوبوروسيس، او عشان نقيس مدى تجاوب بعض الحالات مع العلاج في العظم او بعض انواع الكانسرز اللي هو كمان حكى له بون ماس. اوكي نعم، بون دنسيتي الاسسمنت تبع بون دنسيتي عشان نكون اسسمنت تبع بون دنسيتي ما في طريقتين، اما بالراديولوجي 3 دايمنشنال راديولوجي، اليوم صار اليوم بتودي مريضك على سي تي، سي تي برجع لك برجع لك برجع لك قياس لكل منطقه من مناطق العظم، شيء بنسميه هاوس هاوس فيلد يونتس. اسمع عبر الوان الصوت لغايه الان كويس تمام اوكي. هاوس فيلد يونتس هذا بيعطيني مقياس لمدى نوعية هذا العظم. اثنين هو في الجراحة وأنا بشتغل وأنا بعمل دريلينج وأنا بعمل بريباريشن للإمبلانت بيت تبعي، مجرد ما أبدأ أعمل دريلينج في داخل هذا العظم بقدر أعرف شو نوعية هذا العظم، شو الدنسيتي تبع هذا العظم. وبطبيعة الحال اللي بدي بس أشير له هون اللي يعني مش كتير سهل وخصوصا إذا بدنا إحنا نعمل for diagnosis purposes for prognosis purposes، اذا بدي انا احط هذا العظم في اي تايب، يعني D1 D2 D3 D4 whatever we have been taught، الشيء اللي تعلمناه مش سهل من اول مره، you need to be experienced عشان تقدر تحدد هل هذا العظم فعليا هو D2 او D3 او D3 او D4. اوكي ما هوش سهل. الان احنا ما بدناش ندخل بهذه التفاصيل، احنا بهمنا بالاخر كل نوعية عظم كيف بدي اتصرف معها. لفترة طويلة طبعا كان في مش هدخل بتفاصيل لانه ما بتهمناش كثير هذه التفاصيل، بتمشي بالغالبية الزملاء. الكلاسيفيكيشنز حاولوا انه يعملوا كلاسيفيكيشن لهذا العظم عشان نقدر اول شيء نحدد دايجنوسيس، نحدد صعوبة هذه الحالة، نحدد بروجنوسيس، هل راح يزبط معي او مش هيزبط، هل هذا العظم فافورابل لا امبلانتس او مش فافورابل، هل هذا احسن ولا هذا احسن. اوكي اللي في التاريخ الامبلانتولوجي الحديث ليونارد لينكاو سنه 70 عمل كلاسيفيكيشن بسيطه، كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 1 ايديال فور امبلانتس، ترتكز غالبيتها على ايش، على تو دايمنشنال اكس ريز، راديولوجي كمان نفس الشيء. اوكي اللي هي بتحدد قديش عندي كورتكس، قديش عندي الشل الاوتر شل تبعت العظم، وشو فيها جوا الحشوه تبعتها اللي هي ترابيكولي. اوكي وحدد this is class 1 ideal for implants، class 2 satisfy معقول اللي هو slight larger cancelled spaces مع an osseous pattern معقوله، او class 3 وclass 3 حكى انه هذه class 3 في الاخر بتعطينا a loose fitting implants وبالتالي مش كثير منيحه. ضلت لغايه ما اجى كمان طبعا كان في other classifications مش كثير بيهمونا، بس لوكهولم اند زورب بتسمى اكثر شيء ال ان زي كلاسيفيكيشن سنه 85 بداوا اول ارتكل وحاولوا انهم بيست اون كمان كونفشنال راديولوجي وهيستولوجيكال كومبوننتس اعطوا قسموا العظام لاربع كاتيجوريز، ولكن كلياتها بيست اون وات، بيست اون كيسز اباوت انتيريور ريجن اوف جوبون، اخذوا جوبون المنطقه الاماميه من الفك، يعني كل الكلاسيفيكيشنز اللي راح نشوفها هون هي مأخوذة بشكل أساسي من على 2 dimensional X-ray ومأخوذة من يعني كلها معمولة على عظم الأمامي من الفك. أوكي وتقسمت اللي هي الإشي اللي إحنا بنعرفه اللي طول عمره علمونا إياه، quality 1 اللي هو تقريبا بس كورتكس غالبيته، quality 2 اللي هو عندنا كورتكس محترم هيك وجواته في حشوة trabecular bone معقول دنس، quality 3 D3 بون اللي هو thin cortical bone كثير الاوتر شل كثير رفيعه بس جوا فيها
فيها good quality of bone, trabeculation ثبات العظم كويسين, واللي هي كنا دائما بنعرف انه it's favorable for implant dentistry. وطبعا الكواليتي 4 اللي هي thin layer of cortical bone ولو density of trabecular bone. بطبيعة الحال المشكلة انه it's very difficult. احنا عشان نحدد اشي زي هيك في عياداتنا الاشي ما هوش سهل ابدا وما هوش عملي ابدا. ليش ما هوش عملي؟ لانه بطبيعة الحال يعني later on في ناس طوروا على هذه الكلاسيفيكيشنز واخذوا في عين الاعتبار قديش هذا الكورتكس, هل هو كبير كتير, هل هو شوي, هل هو رفيع, وهاي الجوات الترابيكوليشنز هاي قديش ثيك ميديوم او شالو, وطوروا عليها. الاشي انه للاسف شديد بغض النظر عن انواع نوعيات العظم او ذا كواليتي او الدنسيتي تاع هذا العظم, الغالبيه الارتكلز اللي كانت تطلع وغالبيه السيرجيكال بروسيجرز اللي كانت تنعمل. طبعا كل الدراسات اللي من زمان كانوا يعطونا دراسات, هاي الدراسات شو بتحكي؟ بتحكي انه success rate في lower ridges كتير أعلى من success rate في implants في posterior maxillary. يعني دكتور جواد مثلا أنا ويا لما درسنا أنه كان 70% success rate في posterior maxillary, 70% يعني 30% من الزرعات اللي احنا بنحط في upper في posterior maxilla بيفشلوا, وتحت success rate أعلى بكتير. طبعا هذا ايش بيعني؟ بيعني انه كل هذول الريدجز ان كان D1 D2 D3 D4 anterior mandible او posterior maxillary كله كان ينعمل نفس السيرجيكال بروتوكول ستاندرد, كان ينعمل نفس نوعيه البروستاتكس لهم, وكان يستخدم لهم نفس الامبلانت ديزاين. وهذا ما هوش صح لانه العظم مش نفسه. اي نعم احنا حطينا عملنا كاتيجوريز, بس الكاتيجوريز مالهاش اللي له علاقه, ما هوش بس يعني ممكن العظم يكون عندي في اللور بوستيرير اريا يكون عندي دي 3 وممكن يكون عندي دي 2, وبالتالي مش صح انه نعمل كاتيجورايزيشن زي ما كانت موجوده. anyway اللي حصل انه مش بسنه 88 كارل مش وحدا يعني كثير طبع التاريخ زراعة الأسنان الحديث من بعد برينمارك, كارل مش في سنة 88 طلع بأرتيكل برضو نفس الشيء, عمل بمعزل عن المنطقة, عمل كلاسيفيكيشن لأربعة أصناف من العظم ترتكز أساساً على كمية الكورتكس اللي موجودة, وعن كميه او نوعيه او خصائص الترابيكوليشنز اللي موجوده في داخل هذا الكورتكس. وبطبيعه الحال فصلها حسب الملمس, حسب الدريلينج تبعها, بعرفش قديش هو الاشي عملي هلا نرجع, وقديش هو مفيد ان احنا في عياداتنا تيجي تقول لي هذا العظم لما بتعمل له دريلينج هو زي عظم البلوط, زي خشب البلوط بتعمل له دريلينج, او زي خشب القيخب, او زي خشب الارز. ما يعني ما يعني مش عملي كثير, بس still this is the only خلينا نحكي this is the only diagnostic tool we have عشان أقدر أفصل هذا العظم, أقول لك هذا العظم هو كذا أو كذا. this is the best we got so far اللي هو ال classification تبع مش 1990 أو 88, لأنه بعدين طلع كمان شوية تعديلات. What does it say? ببساطة ليش it has more credibility, لأنه بعدين تم مقارنة طبعاً بالanatomic locations على radiographic images وأثبت إنه على three dimensional x-rays أثبت إنه هذه الclassification بتجمع الغالبية العظمى من الحالات clinical situations اللي عندنا. Now هو لقى إيش؟ لقى four categories. هلأ بنوصل لهم واحدة وإيش ال إيش ال إيش ال 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 differences بيناتهم, إيش ال variations اللي فيهم, وكيف التعامل مع كل واحدة فيهم, لأنه ما عندنا أي طريقة أخرى عشان نعمل diagnosis أو عشان
نعمل بروجنوسيس ونعرف نتعامل معهم كلينيكالي. اوكي دي 1 دي 1 هو دنس كورتيكال بون اللي هو وات يو سي هون شايفينه انه كورتكس 7 ضخم منيح يعني تقريبا بس كورتكس خميل اوكي دنس كورتيكال بون واضحه الشاشه يا جماعه الخير برضه واضحه جدا انا بمشي سريع ولا بطيء ولا اعمل شيء شو اسوي في حالي ايش دكتور جواد ممتاز الوضع يا دكتور مروان ممتاز مش سريع كثير لا 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 هيك اذا اذا ما برتم بسرعه وفي مشكله بالوقتوني يعني اسمع في مدى شاب يحكي ابن بطني اضرب رطني احنا بنفهم لبعض اوكي حبيبي دنس كورتيكال اللي هو دي 1 بون very dense almost all cortical زي ما انتم شايفين هون تقريبا كله كورتكس اوكي تاكتايل سنسيشن المرحوم بيحكي تاكتايل سنسيشن انالوجي اللي هو زي اوك او ميبل وود اللي هو سنديان اوك او ميبل سنديان او شجره القيقب اللي هي شجره بتاع يس اوكي افتكرت انه حدا حكى شيء اوكي هذا النوع من العظم من النادر جدا انه نلاقيه في المكزيلا هذا النوع من العظم موجود بس في المانديبل واوكيجنلي عشان نكون واضحين بنلاقي تقريبا ستاتستيكلي بيوصل ل 25% من حال اوكي في حدا عنده اي استفسار نو اوكي ناو من 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 النادر جدا انه نلاقي هذا النوع اللي هو دي 1 بون في المكزيلا هنلاقي في المانديبل وقليل كمان في المانديبل في الحالات المانديبل العاديه اللي في ارتفاع العظم العادي ايدنشلس مانديبلز العاديه اللي ما صلهاش زمان ايدنشلس راح نلاقي 3% او 6% سواء نحكي عن انتيرير او بوستيرير مانديبل بس في مانديبلز اللي صلهم زمان ريزولفد اوكي اللي الفيولر بون كله صار له ريزولفشن نوعيه العظم دي 1 راح نلاقيه في ربع الحالات تقريبا اوكي يعني بيجينا حالات صار لهم 15 سنه صار لهم 20 سنه لابسين دنتشرز وجايين يعملوا عندنا امبلانتس وي نيد تو ستوب اند ثينك وات كايند اوف بون از ذس هذا العظم اللي لابسينه هدول الناس اللي صار لهم 20 سنه المانديبل تبعتهم ريزولفد وديز ار اكسلنت كيسز بالمناسبه هدول الحالات احنا في الامبلانتولوجي في الغالبيه طبعا تبع الحالات بنقدر نعمل ميركلز لانه هدول الناس متعذبين بيكونوا من الدنشر سبعوتهم الكلام طبعا لا 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 لزملائنا اللي مبلشين في الامبلانتولوجي هدول الناس بنقدر نعمل ميركلز وانا بتصوري هدول الناس عشانهم انخلقت امبلانتولوجي ولكن these cases are very difficult ليش these cases are very difficult مع انه انا في الماندبل انا بحاجه لا مسمارين two fixtures بالماندبل وأثبت له his denture وأغير له أعمل له miracle في حياته أغير له quality of life بشكل كامل ولكن you need to be very careful ليش لأنه هدول الناس النوعية العظم اللي عندهم لازم نكون حذرين جدا فيها ليش لأنه قاسي جدا type 1 bone Hounsfield units أو values اللي هم 1250 أوكي اللي هو very hard bone لاحظوا هذا ما في شيء ما في الا كورتكس هذا العظم اوكي شو ميزته is highly mineralized اوكي وبالتالي بيتحمل لود كثير كبير اوكي ممكن يتحول اوكلوز لود كثير كبير اوكي اثنين هذا العظم عنده حنحكي ادفانتجز طبعا بس ما وصلنا للديس ادفانتج هايست بون تو امبلانت كونتاكت البيك بون تو امبلانت كونتاكت هو الاعلى لما بحط ان امبلانت
في عظم دي 1 بون بقدر اكون متاكد انه عندي at least 80% of bone to implant contact which is quite good. وهذه الحالات حالات هلا بنرجع لها ideal عشان نعمل فيها implant loading مثلا. Better dissipation of stress at the crystal area. لما بنحط an implant بعكس انواع العظم الثانيه الغالبيه العظمى من الستريس بيروح في الكريستال اريا ما بيروح على الابكس على الابيكال اريا. بالتالي الستريس ترانسميشن للابيكال ثيرد اقل بكثير من الامبلانت. اوكي ات جارانتيز اكسلنت بون سترينث وايل هيلينج نيكست تو امبلانتس. اوكي لاميلر بون. وبالتالي هدول الامبلانتس لما نحطهم في هذا النوع من العظم هم حالة ايديل عشان نعمل فيهم immediate loading. يعني هذه الحالات مثلا لو احنا بنحط 4 implants او خلينا نحكي 4 implants وبنحط لهم بار وconnect them يعني بنقدر نعطي لمريضنا مباشرة نطلعه بالدنشر تبعه. اوكي بالاشي الثاني هدول ال ridges are ideal طبعا في 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 كثير من الاحيان لانه هدول صار لهم زمان ريزوربد ما في مجال انه نحط ما فيش طول كافي ما في طول كافي في هدول الماندبلز عشان نحط فيهم لونج امبلانتس وبالتالي بنحط فيهم شورت امبلانتس اكثر. اوكي مع القوه اللي عندهم لانه they're highly mineralized والبون تو امبلانت كونتاكت عالي كثير هدول الشورت امبلانتس بيتحملوا كثير حتى لو كان ال crown to implant ratio مش favorable زي في الحالات الثانية. Disadvantages شو مشكلته هذا النوع؟ أول شيء لما بنيجي نعمل preparation طبعا لأنه عظم قاسي جدا بيعمل regeneration وبالتالي we need to be very careful. Very careful كيف؟ نعمل irrigation نكون حريصين نعمل irrigation. في كثير من الشركات اليوم بتعطي دريلز فيهم internal external drilling عفوا internal external irrigation. انا شخصيا يعني مش فان لل internal irrigation يعني بيكون الدريل والدريل فيه channel جواته على اساس انه بدخل المي بجوات الدريل او في الكاتنج اكستريميتي تبعت الدريل وانا ما بصدق وبعرف انه كثير من زملائي نفس الشيء وهدول طبعا صعب جدا تنظيفهم لانه هدول التشانلز دائما بكون بضلوا موسخين و it's very difficult to clean وانا ما بحبهم. اللهم ناو كيف ممكن احنا نحل الموضوع بالirrigation؟ بدنا نعمل external irrigation وبدنا نبرد السلاين تبعنا دائما ينحط بالثلاجه. اثنين بدنا نستخدم دريلز في هذا النوع من العظم دريلز دائما جداد. اوكي ننتبه على عدد الاوستيوتوميز اللي بنعمله في دريل. انا بنصح دكاترتنا غالبيتهم انه لما ببعث لك اخونا ابو رضوان كيت او اختنا خديجه بتجيب لك كيت على العياده، هذه الكيت من اليوم اللي انا بجيبها بعطيها رقم او بعطيها تاريخ وبعمل تريسنج كل مره هذه الكيت رقم 2 كم من اوستيوتومي عملت فيها عشان تو كيب ريكورد شو؟ لانه انت في هذه الكيت مش كل الدريلات راح تستخدمهم، اكثر شيء اول 2 دريلز اول 3 دريلز راح تستخدمهم. هدول الدريلز بصيروا دال وانا بنصحك في كل مره عند كيس دي 1 بون شوز ذا بيتر كيت ذا بيست كيت الكيت الجديده اللي فيها دريلز الجداد وغيروهم بانتظام. الشركات ممكن تحكي لك هذه الكيت هذا الدريل عشان ما يغير لك شيء طبعا بيقول لك مش دياب لا سمح الله ولا معاذ الله بس كثير من الشركات عشان ما يغير لك لانه مجبر فيك بقول لك لا يا عمي هذا الدريل بمشيك 50 اوستيوتومي اتس نوت ترو بيصير دل وخصوصا اذا احنا بنشتغل كيسز زي دي 1 بون بيصير دل مباشره. Every 20 25 اوستيوتوميز change your drills change them حتى لو بدي اشتريهم هو هذا الصح يعني 1 اور 2 drills في every 25 اوستيوتوميز مش هالمشكله الكبيره يعني. ثلاثة you need to pay attention للسبيد speed of drilling بدي الفت الانتباه لشغلتين. اولا كل شركة بتعطيك ideal drilling speed تبعها
ما بدها الشطارة، اتقيد فيه، قيد فيه لأنه في different types of drills، والشارتنس تبع الدريلز مختلفة، والشيب تبع الدريلز مختلف، اتقيد بدريلينج سبيد، مش زي ما نشوف بعض إخواننا عنده نفس السبيد لكل أنواع الدريلز، كل أنواع الإمبلانتس. It's not true. كل عظم شكل، كل إمبلانت كومباني شكل. ثلاثة اللي بدي ألفته الانتباه هو أنت بالبدل تبعك بإجرك، مش من ساعة ما تحط إجرك لغاية ما تشيلها وأنت عندك نفس السبيد. So you can control the speed. يعني أنت أوكي حطيت جهازك على 1200 round per minute أو 1500 round per minute، أنت بتقدر تتحكم فيها بإجرك. إذا بدك تخليها 1500 تخليها 1500، بس إذا بدك تخليها gradual أو تتحكم فيها، مش شرط إنه من اللحظة اللي بتحط إجرك هي 1500. You need to pay attention to this. ثلاثة أربعة، you need to pay attention لل pressure. شيل pressure اللي بنحط في 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 نوع عظم زي D1 bone. البرشر راح تعمل لك هي جنريشن، واذا طلعت كل واحد فينا مرق من هذا الاشي، اذا طلعت راح طول الدريل تبعك راح تلاقي العظم اللي عليه على سمار او بني لانه انحرق، لانه ما فيش اريجيشن كافيه، او لانه الاريجيشن ما فيش بليدنج كافي. بليدنج لانه هذا العظم ما فيش فيه بلاد سبلاي كتير جواته. البلاد سبلاي تبع دي 1 بون غالبيته منين جاي؟ جاي من البريوستيوم، صح؟ جاي من البريوستيوم غالبيته. اتس كومباكت بون، اتس كورتيكال بون، وبالتالي ما فيش فيه بليدنج. وتذكروا بليدنج مش بس كمان بيجيب لي ميزنكايمال سيلز، مش بس بيجيب لي الخلايا الجذعيه اللي بدها تصير بعدين خلايا عظم. مهم لما بنعمل دريلينج عشان احط امبلانت، كثير كثير مهم يكون عندي بليدنج. اذا ما عنديش بليدنج يو نيد تو جو اند كرييت، اوكي؟ وبالتالي هذا البليدنج لما بكونش موجود بيعمل هي جنريشن اكثر. كل ما عندي بليدنج اكثر بقلل شوي، بيعمل لوبريكيشن، بقلل شوي من اللي موجود عندي. وبالتالي يو نيد تو باي اتنشن لهذه البريشر اللي بتحطها على الدريل تبعك، اوكي؟ ما تحط بريشر كثير، ما فيش حاجه اصلا بعد التويست دريل تبعك، ما في اي حاجه انك تحط بريشر كثير كبير. الدريل بيروح لحاله اذا كان الدريل تبعك كويس، مش ضال، بيروح لحاله. انت بس بتوجهه، انت بس بتحرص انه ما يصير فيه انزلاقات، بس انت بدك تمسكه تعمل 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 فينجر بريشر او فينجر سبورت عشان ما يصير فيه انزلاقات، بس يو دونت نيد تو بوت اكس يعني كثير بريشر، اوكي؟ وهذه البريشر تكون انترميتنت، يعني احط بريشر اقل من نص الوقت. اذا انا بعمل دريلينج ل 10 سكندز، اقل من نص ال 10 سكندز هذول يكون ريست، اوكي؟ بامبينج ايفكت، بحط وبشيل، بحط وبشيل، بحط وبشيل، اب اند داون اب اند داون، اوكي؟ دريلينج سيكونس، اوكي؟ هذا كثير كثير مهم للتعامل مع هذا النوع من العظم، اوكي؟ نعم، زي ما حكينا هذا النوع من العظم كثير صاير له ريزوربشن، وبالتالي crown to implant ratio more than one. يعني ايش؟ يعني implant تبعي صغير والتركيب اللي عليه طويله طبعا، فبيت الحال انه ما عنديش مجال، اوكي؟ ومع ذلك هذا ايش بيسوي لي؟ بيسوي force multiplying factors magnified، بصير في عندي cantilever اكثر، بصير في عندي lateral forces اكثر، لانه هي التركيبه تبعتي بصير اسهل انه ينحط nocive forces على هدول الامبلانتس، اوكي؟ وبالتالي هذا بخليني ايش لما بدي اختار نوع الامبلانت تبعي، بدي اكون حريص اي نوع امبلانت بدي اختار. لما بدي اعمل بروستيسيس، لما تيجي تعمل بروستيسيس تبعتي، بدي افكر ايش هو نوع البروستيسيس اللي بدي، اي شيء اللي يكون ريزيلينت اكثر، اللي يمتص فورسز اكثر. وبالتالي انا بالنسبه لي اذا بعمل شيء رزن احسن لي بكثير. المعدن متعب بالنسبة إلي ونصف كتير بالنسبة إلي، أي إشي غير المعدن بفضله. أو إذا بدي أعمل ستريس بريكرز، ودكتور مضر أكيد بوافقني، ستريس بريكرز في التركيب اللي بدي أعمله، في البروسيس اللي بدي أعملها عشان نخفف من 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 الماجنيفيكيشن تبع الفاكتورز هدول، أوكي؟ وبالتالي هدول الكيسز حاولوا إنكم ما تعملوا فيهم كانتليفرز. ما بدنا نعمل كانتليفرز لانه صعب كثير، اوكي؟
ما في اي امتصاص لا فورسز او نص الفورسز، كله راح يتركز على العظم تبعي. هنرجع على نفس النقطه، ليميتد بلاد سبلاي بريوسيوم ديبندنت، هذا النوع من العظم غالبيه الترويه اللي بتيجي لهذا النوع من العظم جاي من البريوسيوم اللي مغطيه، اما جواته ما في، ما فيش ترويه كافيه، وبالتالي هذا النوع من الريدجز اذا بقدر اكون حريص كثير لما بعمل الفلاب تبعي، كيف تبعي لما بعمل انسيجن ما افرط ما اعمك تبعي خط واحد، ولما بعمل ريفلكشن ما في داعي اعمل ريفلكشن كثير، بعمل بس شويه ريفلكشن على قد ما بقدر اشوف. اوكي الفريوستيوم نحترم الفريوستيوم عشان نقدر نرجعه، عشان نقدر نرجعه رجعناه بيرجع البلاد سبلاي تبعنا، بنقص من البوست اوبيراتيف ريزوربشن اللي بتصير. اوكي عشان نقدر نعمل ابروكسيميشن ونرجع يصير عندنا هيلينج اوبتيمم هيلينج. الان اذا بنفع انه ما نعملش جراحه من مره بكون كثير احسن، وهدول حالات كثير منيح نعمل فيهم جايدد امبلانتس، جايدد امبلانتولوجي، كمبيوتر اسيستد امبلانتولوجي، وهدول محل ما احنا كيودنت خبره في هذا الشيء، they can guide you. اوكي في هذه الحاله اذا انا بقدر انه ما اعمل الدريلينج، عفوا ما اعمل دريلينج بدون ما اعمل فلاب ريفلكشن بكون كثير كويس. ليش؟ عشان ما اعمل ديستربنس للبلد سبلاي اللي جاي اصلا من البريوسيوم، اللي بدي اضطر انه مجرد انه فتحت البريوسيوم ورجعته بده يصير عندي شويه ريزولفشن. هو الارتفاع تبعه يعني محدود كتير، ما نتخطى ولا اي. دكتور مروان ارجع على اخر 4-5 جمل لانه الصوت راح اخر نص دقيقه. متاسف. اوكي هيك منيح؟ هيك منيح. اوكي دوك شكرا. ناو زي ما حكينا بلاد سبلاي، بلاد سبلاي في هذا النوع من الريدجز جاي غالبيته من البريوستيوم. اوكي اذا قدرنا ما نعمل فلاب بكون كثير منيح، وبالتالي هدول كيسز كثير منيح انه نروح لجايدد فيهم، جايدد امبلانتولوجي كثير منيح. اوكي ليش؟ لانه في هذه الحاله مش رح اضطر نعمل فلاب، وبالتالي مجرد فتح الفلاب وتسكيره رح ينقص لي من رح يعمل لي ريزوربشن، ورح يقسم كمية العظم اللي هي اصلا كمية عظم قليلة بسبب انه هذا الريج صار له زمان ايدنشلس، وبالتالي كمية الالفيولر بون اللي فيه قليلة من دار ابوها اصلا. اوكي دريلينج سيكوينس، هذا الكيس، هذا النوع من الريجز بدي اضطر انه اكون دقيق جدا اولا، اثنين مقتضب يعني انا في كل الكتات اللي انا بحب اشتغل فيهم في عيادتي في ديفرنت، بشتغل بديفرنت امبلانت تايبس، ما بشتريهم اعتباطا. اوكي بس الغالبيه العظمى من الكتات اللي عندي، الاول دريل اللي بستخدمه هو دريل حاد زي ما انتم شايفين اللي هو سباد دريل او تويست دريل. هذا ليش؟ لانه دقيق جدا. اوكي وما فيش مجال اذا اشتغلت فيه، ما فيش مجال انه يصير لي سليبرج، خلاص بيكون الانيشال اوستيوتومي تبعتي محدده اوريدي. اوكي بدي الفت انتباهكم انه في هذه الحالات الصعوبه وين بتصير، هي جنريشن وين بتصير؟ بتصير في الانتقال من وان دريل تو ذا اذر. في هذه الحالات اللي في دي 1 بون اختار نوعيه الامبلانت تبعك اللي الكيت تبعته الدريلات اللي فيها بيمشوا، الفرقيات بينهم كثير بسيطه، يعني البايلوت دريل 2 ملم او 1.8 2 ملم، اللي بعده 2.5 ملم، اللي بعده 3 ملم 3.4، وبالتالي الانتقال من وان دريل تو ذا اذر ما في ما في ما في ما في ما في جاب كبير، وبالتالي هذا ايش بيعني؟ بيعني انه ما بحط لي هي جنريشن كثير كبيره لما بعمل دريلينج. اوكي وبدي اكون حريص ما اتشاطر، ما انتقل من البايلوت دريل تبعي ل 3 ملم او ل 3.4 مباشره، امشي كل الدريلات بدون استثناء شوي شوي. اوكي ثلاث
اذا كان بستخدم نوعيه امبلانت النك تبعه عريض شوي اوكي او اعرض من البودي تبعه يو نيد تو بي فيري كيرفول. هذا النوع من هذا النوع من الريدجز اذا حطينا عليه ضغط كثير على الكورتكس راح يصير له مايكرو كراكس اوكي. وبالتالي استخدموا وات وي كول كاونتر سينك. نستخدم الكاونتر سينك في كثير في الريدجز الثاني. لو في الماكسيلري اوكي، لو في نوعيه عظم ثاني اوكي اي كان سكيب اي كان سكيب ات. بس في هذا النوع من الريدجز اللي اصلا كميه العظم قليله واتس فيري هارد بون، استخدم حتى الكاونتر سينك وحتى البون تاب. البون تاب اللي انتم شايفينه هون شو وظيفته؟ لزملائنا اللي ما بيعرفوه، هذا وظيفته يعمل بتسمى الحلزنه. الحلزنه عشان لانه العظم كثير قاسي يعني صعب كثير انه ندخل ان امبلانت، لانه انتم كلكم تعرفوا انه الاوستيوتومي تبعتنا اخر اوستيوتومي جنرالي اصغر بحوالي نص مليمتر من حجم الامبلانت. العظم كثير قاسي زي الدي 1 بون، بدي اضطر انه اساعد طبعا مش في كل الحالات ومش في كل انواع الامبلانت، بدي اضطر انه اذا الامبلانت تبعي مش كثير اجريسيف وبدي اضطر انه اعمل تابينج، اعمل حلزني قبل ما احط الامبلانت تبعي اوكي. هاي بعض الحالات تقريبا نفس الشيء. لاحظوا انه الـ هون الـ ما في كثير كانتيليفر اوكي، و حجم الامبلانتس بدي احاول، لانه هون في هذه المناطق ما عندي مشكله ويث، عندي مشكله هايت اكثر اوكي. بدي اكون حريص جدا انه لما بعمل بروستيسيس احاول انه ما يكون عندي نوسيف فورسز، ما يكون عندي اوكلوزال تيبلز كثير كبار، وبالتالي ينعمل لي سيسو الايفكت ال 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 ما يصيرش عندي هذا الايفكت اللي هو ال شو بنسميه يا مضر، اللي هو الاهتزاز. ها الاهتزاز فلكشن فلكشن اور تورشن قصدك دكتور؟ تورشن مظبوط، تورشن 100%. ثانك يو يو ويلكم. هيلينج هذا نوع من العضو ما فيش فيه ذا هيلينج از سلوور ريت. ليش سلوور ريت؟ لانه ما فيش فيه كثير بلاد سبلاي في جواته اوكي. صحيح قاسي كثير، صحيح البون تو امبلانت كونتاكت كثير منيح، صحيح انه انيشال ستابيليتي كثير منيحه، ولكن الهيلينج ريت از سلوور ذان اذر تايبس اوف، يعني توالد التيرن اوفر تبع الخلايا ابطا شوي. 5 months to reach a complete maturation اوكي. وهدول الامبلانتس لما بنحطه في هذا النوع من العظم عندهم درجه ثبات كثير عاليه. These are cases ideal انه ينعمل لهم immediate loading، وخصوصا اذا كان عندي completely edentulous وحطينا الامبلانت في different planes ووصلنا هدول الامبلانتس اوكي. عشان هيك في كثير من زملائنا بتشوفوهم حتى لو كانوا مش كثير يعني علميا مش كثير شاطرين، بس خلص حافظ درسه بحط امبلانتس على كل الريدج وبوصل هدول الامبلانتس مع بعض، بيعمل لهم some kind of a welding وبيلبسهم مباشرة، بيلبس عليهم مباشرة. ايش قصة الشطارة؟ شطارة، بس هذا النوع من العظم بتحمل اوكي، بس على شرط انه نوزع في different planes ويكونوا هدول الامبلانتس connected. لغاية الان منيح؟ ممتاز. يعطيك العافية دكتور مروان اذا تسمح لي. تفضل. يعطيك الف عافية. انا بس بسيط يعني اذا بتوضح لي اياه، والدكتور جواد طبعا بحكم يعني انكم اشتغلتوا امبلانتس في نهايه الثمانينات بدايه التسعينات، يعني الدنسيتي باي ديفينيشن ممكن تحتمل الراديو دنسيتي اللي هي تقاس بالهاوس، يعني اللي هي كوانتيتيف ميجرز اللي هي بالارقام الهاوس يونتس، وممكن تحتمل البيولوجيكال دنسيتي اللي هي المينرالز بير فوليوم. الان زي ما نعرف انه هانسفيلد او جودفري هانسفيلد لما عمل السي تي في اخر السبعينات 79 وحاز جائزه نوبل، وبداوا يطبقوا السي تي في بدايه الثمانينات، ما كانش ابليكابل اصلا على الدنتو الفيلر سيرجري،
وكارل ميش لما عمل الستادي تبعته في 88 في 90 برضه ما اعتمدش على السي تي، اعتقد 2 دي زي ما حضرتك هتفضلت صح. فكيف كانوا يعني يعني كيف كانوا يعملوا كاتيجوري على الهانسفيلد يونتس على ال 2 دي؟ وطبعا 2 دي ما في هانسفيلد يونتس. هذا السؤال. دكتور مروان دكتور مروان ما بعرف الشبكة. دكتور مروان معي تفضل. شباب لسه شغال الميتنج ولا في مشكلة في النت؟ غالبا في شيء في في مشكلة عند دكتور مروان عند النت. بدنا ننتظر. اسمع هيك احنا سمعينك هلا هلا سمعينا اوكي. متاسف المشكله من عندي ولا من عندكم ابو رضوان؟ كونكشن تبعتي الكونكشن تبعتك صح. احنا ضلينا موصولين يعني. اوكي متاسف. اعتقد انه هيك مني هلا صح. نعم احنا سمعينك. اوكي دكتور ايمن هاي رجعتك للسلايد. انا In today's clinical practice, bone density according to Mish, ذاك الوقت لما كانش في 3D imaging اللي موجودة عندنا اليوم, classification can be assessed on CBCT. بعدين تم مقارنتها statistically مع whatever we see on three dimensional X-rays, cross section views, وكانت متطابقة. مزبوط كلامك دكتور. نعمل صحيح نعمل في هذاك الوقت نعمل على. يلا ابو عمر. الله يسعد مساك ابو وجيه. اياك الله. الامور طالعه عن السيطره عندك ابو عمر. نعم الامور طالعه عن السيطره بحكي. ليش يتمردوا؟ ليش تمرد متمردين جه؟ نعم صغار متمردين بحكي يا ماما. لا لا في شيء كله تمام. هاي انا بدي اعمل حبيبي. يس سير ياك حبيبي مبسوطين شفناك. الله يبارك فيك. اوكي دكتور ايمن فعلا كلامك سليم. هذا لاحقا تمت مقارنته ويور ابسولوتلي رايت. شكرا كاشر دكتور. شكرا. اوكي دي تو بون اللي هو دنس تو ثيك فورس كورتيكال. دكتور مروان بدك تشرك السكرين. نعم تعمل شير للسكرين. شو مبين عندي؟ مش مبين سكرين. غريب. او اوكي ايش عندي انا اختلف؟ انت كهوست تقدر تسوي
شير السكرين يا دكتور. اوكي هيك تمام؟ تمام يسلم ايديك. اوكي لك متأسف كنتش منتبه انه راح السكرين. اوكي دي تو بوم بس نرفع هدول هون. اوكي مش مغطين اشي على الشاشة، عندكم شاشة واضحة صح؟ واضح دكتور، اللي انت شايفه احنا مش معطل علينا، انت شايف كأنه ايوه خلاص. اوكي دي تو بون اللي هو عندنا كورتكس، ملاحظين كورتكس مش بطال منيح ثيك وكمان الترابيكوليشنز اللي موجودين عندنا اخمال كورس مش بطالين يعني. تاكتايل سنسيشن انالوجي دايما بحكي اخونا اللي هو سبروس وود، they feel like white pine، white pine اللي هو خشب سنوبر وسبروس وود اللي هو ايش، سبروس وود اللي هو الارز، خشب الارز، بس احنا بالنسبه لنا it doesn't mean anything. شو what does it feel لما بتعمل لها drilling. اوكي عشان هيك حكيت في الاول انه clinically مش سهل انه اي دكتور يجي يعمل drilling يقول لك اوكي this is type 3 او this is type 2، مش سهل. سهل it needs to be it, you need experience. وين موجودين هدول؟ mainly موجودين في anterior mandible و posterior mandible. اوكي دي 2 بون الغالبية. نحن شفنا دي 1 بون، دي 1 بون كمان مرة عشان نرجع مش رح نشوفه كل يوم، رح نشوفه في الحالات في الماندبلز اللي صار لهم زمان معمول لهم اكستراكشنز كليرنس. اوكي دي 2 بون رح نشوفه اكثر في الماندبل، سو ما حد يحكي لي كل ما تيجي حاله في الماندبل بقول لك دي 1 بون، اتس نوت دي 1 بون. دي 1 بون رح تشوفه في احسن الحالات في ربع الحالات اللي صار لها زمان اكستراكتد. اوكي دي 2 بون anterior mandible posterior mandible واحيانا occasionally في anterior maxilla. Hausfield values values 850 ل 1250 HU خطأ مطبعي هون. Hausfield units. Advantages شو ميزة هذا النوع من العظم؟ أول إشي excellent implant surface healing، وبالتالي this is هدول هم كل اللي احنا بيحكونا اياه عن الاوسيو انتجريشن على هذا النوع من الـ من الـ من الـ من الـ من البون. اوكي وحتى شركات الزراعه لما بتيجي بتعرض حالاتها او بتعرض فيديوز او بتفرجينا الكتالوج تبعها اتس اون ذيس تايب اوف بون، لما بيجي بيحكي لك نعمل دريلينج بسرعه كذا اتس بيست اون ذيس كواليتي اوف بون اللي هي ايديال كواليتي اوف بون. اوكي اوستيوبلاستي وكاونتر سينكينج از سيف بعكس اللي راح نشوفه بعدين. اوكي ليش؟ يعني حتى لو شلنا من فوق احيانا كثير بيكون عندنا ارتفاع منيح هاي تبع الماندبل كويس، بس عشان احط الامبلانت تبعي اللي انا بدي اياه دايميتر اللي انا بدي اياه انا مضطر انقص شوي لانه الراس تبعها بيكون رفيع الماندبل بدي اعملها فلاتنينج صح؟ لما بعمل هذا الفلاتنينج بصير عندي مشكله. شو هي؟ انه الكورتكس اوكلوزا اللي بيروح ببطل في عندي كورتكس. اوكي وبالتالي بقدرش اتمتع بالستابيليتي اللي بيوفر لي هذا الكورتكس اللي هو اوكلوزلي. اوكي ناو في هذا النوع في دي 2 بون لو بعمل فلاتنينج لو بعمل اللي بنسميه احنا اوستيوبلاستي او بعدين بعمل كاونتر سينكينج عشان انزل شوي الامبلانت تبعي تحت مستوى الكريست ما فيش مشكله. ليش؟ لانه في عندي كورتكس على اللاترال في عندي ترابيكوليشنز معقولين. اوكي زي ما انتم شايفين عندي كورتكس في كل مكان، لو نقص هذا الكورتكس شوي عشان اقدر يعني لاحظوا هون مش هقدر احط 3.75 مثلا او 4 ملم دايمتر، بدي اضطر انقص شوي عشان اقدر اتمتع بالويث. اوكي في انواع عظم ثانيه راح يكون صعب كثير لانه اذا فقدت هذا النوع من هذا الكورتكس اللي هو اوكلوزل جوا الحشو مش موجوده. في هذا النوع في دي 2 بون الحشوه تبعت العظم ترابيكوليشن تبعت العظم معقول كويس كورس. اوكي راح تضمن لي انيشال ستابيليتي وراح تضمن لي كونتاكت مع المعدن. سكيور انيشال ريجيد انترفيرنس بطبيعه الحال، والاهم من هذا كله انه عندي انترابوني بلاد سبلاي
وبالتالي بضمن البليدنج اللي كنا نحكي عنه. وانا بعمل اوستيوتومي I need bleeding. اذا ما عنديش bleeding كمان مره you need to go and create bleeding. اوكي هذا البليدنج ليش كثير مهم؟ اللي هو اللي راح يجيب لي progenitor cells، هو اللي راح يجيب لي المستقبل baby cells اللي راح تصير لي مستقبلا osteocytes. اوكي هذا البليدنج هو اللي بيخلي هذا النوع من العظم ideal. نعم هون هل اذا انا بستخدم مثلا في هذا في الماندبل اوكي لور ماندبل، لو استخدمت امبلانت يعني وايد دايامتر امبلانت اوكي سهل جدا هذا الكونتاكت اللي عندي مع الـ مع الـ مع الـ مع اللاترال كورتكس بيضمن لي انيشال ستابيليتي وبيضمن لي بون تو امبلانت كونتاكت عالي كثير في هذا الـ في هذا الـ في هذا النوع من العظم bone to implant contact من 60-70% which is good لغاية 80% تقريبا اللي هو كنا نحكي 80% اللي هو D1 60-70 D2 bone drilling sequence irrigation الشقتين internal external. أنا كمان مرة أنا ما بحب وما بنصح إنه حدا يأخذ internal drills فيهم internal irrigation لانه ولا مره ال 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 اذا بدنا نركن على internal irrigation ولا مره بيوصل بجوات الاوستيوتومي وخصوصا ديب لما بننزل اكثر من 11.5 ولا 12 ولا 13 مليمترز اتس فيري ديفيكولت تو ريتش انه الدريلينج الايريجيشن تبعك توصل لداخل الاوستيوتومي تبعنا. بامبنج موشن زي ما كنا نحكي قبل شوي اوكي اب اند داون ما نحطش كثير بريشر نعمل بوز كل ما بعمل دريلينج بعمل بريشر بوقف شوي بعمل بوز اوكي عشان اخلي مجال انه ترتاح الخلايا ومجال انه يصير في عندي بليدنج ومجال انه الايريجيشن تبعتي توصل في داخل الاوسيوتومي. دريلينج سيكونس تقريبا زي دي 1 بون. ايش يعني؟ يعني ما تنط ما تفشق عن الدريلز، روح الدريلز واحده ورا الثانيه اوكي. عندي كورتكس مرتب، عندي كورتكس خميل معقول، so use something sharp عشان ندخل فيه، وبعدين نبدأ نعمل ال side cutting drills تبعوتنا. في هذا النوع من العظم كمان you need to use a bone tap أحياناً، okay؟ Now drilling speed، أنا كمان مرة كثير من الشركات بيحط لك drilling speed، هذا drilling speed هاي مش معممي على كل الشركات. Every single company has its own drilling speed. عشان نكون واضحين. Okay? Healing. هذا blood supply اللي عندي لأنه في داخل trabeculations عندي excellent blood supply. هذا blood supply هو الانيشال ريجيد فيكسيشن اللي عندي، الانيشال ستابيليتي اللي عندي، والبون تو امبلانت كونتاكت اللي عالي بوصل لغايه 60-70% بسبب انه عندي باكل وعندي بالاتال او باكل ولينجوال بالاحرى كورتكس كونتاكت بيخلوني انه اقدر اعمل لودينج تبعي بعد 4 شهور من هيلينج انترفال. طبعا انا whatever we say اليوم يعني is standard في شغلنا، ما في شيء standard اوكي. وبعدين لما بنيجي بنحكي هون كمان مره عشان ما نعملش نفس الاغلاط عشان نتعلم شيء من هذه المحاضره، it's not location dependent. يعني بيعنيش انه انا في الماندبل خلاص لازم اعمل الماندبل anterior or posterior، ممكن تكون D2 ممكن تكون D1 وممكن تكون D3 اللي بحدد انت وانت بتشتغل ال 3 dimensional x-ray تبعتك هي اللي راح تحدد اوكي. شو نوعيه الاوكلوزال سكيل البروستيسيس اللي انا بدي اعمل؟ هل بدي اعمل ايميديت لودينج، هل بدي اعمل ديلايد لودينج، هل بدي اعمل بروجريسيف لودينج؟ هذا ايش اللي بحدده؟ اللي بحدده بيلعب فيه دور كثير كبير كثير مهم، هو قديش الامبلانت تبعي عامل انجيجمنت ل لكورتيكال بون. اذا عندي جود انجيجمنت مع كورتيكال بون
وعندي initial stability عالي كتير، كيف بنقيسها؟ طبعاً في آلات اليوم بتقيس لي initial stability تبعتي، you know that الـ ISQ، الـ Austell، whatever، في كتير شركات عندها الجهاز اللي بسمح لي بقيس أقيس قديش ثبات الزرعة تبعتي، أوكي؟ هذه الزرعة هتكون ثابتة منيح وبقدر أعمل فيها اللي بدي إياه، كل الأكروباسيز اللي بدي، إذا كان عندي engagement، إذا كان أول شيء عندي 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 trabeculations معقولة، وإذا كان عندي width لل trabeculations معقولة، طبعاً نحكي عن blood supply كمان، وعندي width تبع السايد كورتكس أو الأكسيال كورتكس معقول، هذا هو اللي بسمح لي. إذا في عندي engagement yes بقدر أعمل immediate loading وبقدر أعمل progressive loading. Progressive loading يعني شغلتين، progressive loading إما مش fully engaged بالnormal occlusal scheme أو بستخدم material للتركيب resilient أكثر، ممكن أعمل أركب temporary على أعمل resin بالأول وبعدين في مرحلة لاحقة بعد ما يكون البون حوالين الزرعة تبعوتي اكتملت المينراليزيشن تبعته صار ماتور بون اللي هو زي ما احنا حكينا هون 4 شهور healing interval، ساعتها بنعمل التركيب النهائي على في هذا النوع من العظم. لغاية هون منيح؟ بيرفكت دكتور، يعطيك العافية، الله يزيدك عافية. دي 3 بون، بورس كورتيكال وفاين ترابيكولر بون اللي هو عظم، عندنا الكورتكس تبعنا بورس كورتكس وترابيكوليشنز، لاحظوا الفرق ترابيكوليشنز قديش خفاف، اوكي. اصغر الكورتكس تبعي تبع هذا العظم اصغر من دي 2 واصغر من الدي 1، وكمان الحشوة الجوانية تبعتهم أقل كثافة زي ما أنتم ملاحظين، trabeculations أخف. Hounsfield units أو values اللي هم من 350 ل 850 HU وين بنلقي؟ mainly في anterior maxilla أو posterior maxilla أو mandible، أوكي؟ دي 3 بون كمان مرة، لاحظوا احنا بطلنا نحكي بس موجود في هذا المكان، ممكن يكون يعني في الـ في الـ في الـ في الانتيرير ماكسيلا ممكن يكون عندي دي 3 وممكن يكون عندي دي 2 اوكيشنلي، اوكي. بوستيرير مانديبل نفس الشيء، ممكن يكون عندي دي 2 دي 3، وبالتالي هذا بيعتمد كل كيس شكل، ما بيعتمد بس على اللوكيشن، يعني مش لوكيشن ديبندنت بس. تاكتايل سنسيشن، السيد المحترم اللي عمل الكلاسيفيكيشن هاي بقول ان اشي زي البلسة، بعرفش ايش هو البلسة، خشب البلسة، بلسة وود، و بون تو امبلانت كونتاكت اقل من دي 2 لغاية 50% which is يعني اوكي، لغاية 50% احنا بنحكي هنا كمان مرة بنحكي عن دي 3 بون. ايش هي الميزة تبعته؟ it needs minimal preparation، osteotomy تبعتي بقدر ان انط، مش ضروري اعمل كل الدريل زي ما حكينا قبل شوي، قبل في الدي 1 ودي 2 خصوصا دي 1 قلنا ما بدها شطاره، بدك تستخدم كل الدريلات واحده ورا الثانيه، نص مليمتر نص مليمتر قدر الامكان. هون وي كان اكشلي وي شود، في غالبيه الحالات احنا مش بحاجه انه نروح، يعني اذا عندي بدي احط ان امبلانت ديبندينج اون ذا كيس، بطبيعه الحال انت من اول دريلينج ببدا يبين معك هل بيهفت معك العظم من بعد من بعد ما اعمل اتعدى الكورتكس تبعي. احيانا كثير في البوستيرير ماندبل بنبدا نشتغل، وعشان هيك بصير اكشلي بصير كثير مشاكل في اللور ماندبل، ببدا اعمل دريلينج وفجاه بحس انه هفتت، وانا كل فكري في ذهني انا انه اتس ماندبل، ماندبل العظم فيها كثير منيح، اوكي، بس هو فعليا بهذه المنطقه ممكن الحشوة الماندبل نفسها اللي تحت الكورتكس فاضي أو كثير بورس، وبالتالي يعني we need to be very careful. أنا مش بحاجة إنه أروح إذا بدي أحط a 4 millimeter diameter implant مش بحاجة أروح ل 3.5 diameter drilling ولا 3، بروح ل 2.8 وبوسع له في الكورتكس تبعه شوي وبعدين بنزل الإمبلانت تبعي، عشان هذا الإمبلانت نفسه إيش يعمل؟ يعمل شوية bone compression
يحسن لي نوعية الحشوة اللي راح يقعد فيها. أوكي؟ So بهذا النوع من العظم it needs minimal osteotomy preparation. مش بحاجة كثير من الأحيان إنه نعمل counter sinking, although كمان بيعتمد من حالة للتاني. إذا حسيت إنه الكورتكس تبعي عظم قاسي قاسي كثير, we need على الأقل counter sinking بس لمنطقة الكورتكس تبعي. Bone tapping في غالبية الأحيان ما في حاجة, لأنه تقريبا ما عندنا cortical bone في هذا النوع من العظم. الإشي اللي ممكن يكون معقول إنه it has an excellent blood supply. Trabeculations هذولا فيهم تروية كتير منيح, although مش عظم كثيف ولكن فيهم, وبالتالي rapid healing, وبالتالي عندي osteogenic progenitor cells متوفرين, إنزين كامل cells موجودين عندي. بس اللهم وين المشكلة عندنا في هذا النوع من العظم؟ هو stability. إذا أنا ما I don't push the envelope كتير, وبحاول إنه ما أعمل يعني أحافظ على الستابيليتي تبع دول الإمبلانتس بطرق مختلفة هلا بنشوفهم, ما في عندي مشكلة. Actually هذا النوع من العظم إذا احنا تعاملنا معاه كويس واحترمناه ممكن يعطيني good survival rate. لاحظوا شو حكينا هون, survival rate مش success rate, survival rate. ليش؟ شو الفرق؟ success rate بدي أكون مركب عليه, survival rate لغاية stage 2 اوكي مدام انا مش مركب it's fine بقدر احكي عن survival rate. اوكي هون في اللي احنا في اللي احنا بنحكي فيه, متفقين؟ وبالتالي هون اذا انا حطيت هذا الامبلانت تبعي حتى لو الانيشال ستابيليتي تبعتي مش توب 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 مش غاد غاد, وما حطيت عليه هيلينج ابارتمنت, حطيت كوفرنج سكرو وسكرت عليه واحترمته, ما حطيت عليه فورسز واحترمت الهيلينج بيريود تبعه, اكشلي ممكن يعطيني سكسس ريت معقول, بس بدي اعطيه الوقت الكافي, بدي اعطيه الوقت اللي هذا العظم يتكون حواليه ويصير عندي بون تو امبلانت كونتاكت, ويصير هذا اللامينر بون اللي بده يتكون على محيط الزرعه مباشره بدي اعطيه الوقت الكافي انه يصير له ماتوريشن, وبالتالي بدي استنى لي ما بين 4 إلى 6 اشهر مش أقل. كل ما أسرعنا طبعاً اليوم الشركات أشكال وألوان بقول لك بعد 6 أسابيع وبعد شهرين لما لازم نستنى لازم نستنى. لا إذا احترمنا بيولوجي راح تحترم. أوكي؟ Give it time. ما تخلي مريضك يفرض عليك وا دكتور تأخرنا وإمتى بدي أركب وصلي 6 شهور. 6 شهور بقول لك صلي دكتور 6 شهور عندك يعني كثير 6 شهور. بيولوجي مش أنا مش سبب مش أنا سبب فيها. لازم مريضنا يفهم من أول يوم, هذا بنحسم في أول يوم. لما بيجي عندي مريضي بتأمل مني إنه أحل له المشكلة, بقول له اسمع بدك تعطيني الوقت الكافي. إيش يعني قديش مدة العلاج؟ أنا الكلمة الأساسية اللي بتنحكى دائما إنه مش راح تشوف نتيجة بتمك قبل 6 شهور. أعطيني 6 شهور, بعد 6 شهور نبدأ نركب. أوكي, خصوصا في حالات فيها هذا النوع من العظم. باجي بتطلع بعت مريضي يعمل في دامج. بالمناسبة اليوم ما حدا يتناقش معاي ايش الداعي انه اعمل في دامجن اكسلان المريض. اوكي, اعمل سي بي سي تي in 100% of your cases. اوكي, 100% of your cases بدها سي بي سي تي اليوم, ما عاد ما عاد ما عاد في شك. اوكي, الان عندي سي بي سي تي تبعي وعارف المكتوب, مكتوب عندي الهانسفيلد يونتس, مكتوب معارف شو عندي نوعية العظم اللي عندي, نوعية الدنسيتي اللي موجودة عندي, وبالتالي شو ضايل عندي, عارف الأوكلوزن سكيم اللي بدي أعمل, عارف نوعية الإمبلانت اللي بدي أستخدم, لأنه في 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 عظم زي الدي 3 بون يمكن أنا بحاجة إنه أدور على إمبلانت أجريسيف أكتر, إمبلانت الثريدز تبعوته بمسكه أحسن, ممكن أنا بحاجة إنه أروح أدور على إمبلانت يكون تايبرد أكتر عشان يعطيني better initial stability, صح؟ إمبلانت أقل cylindrical, يمكن أنا بحاجة إنه أعمل طريقة معينة أغير السيرجيكال بروتوكول تبعي, إنه ما أعمل دريلينج عادي, بدي أروح أعمل, بديش أعمل كتير دريلينج, بدي أوسع للعظم تبعي, بدي أعمل bone compression, يمكن أنا بحاجة إنه كمية العظم اللي عندي مش كافي إن ويت, يمكن أنا بحاجة إنه أعمل ريدج سبليتينج,
وحط الامبلانت تبعي وما اعمل له ما احط له هيلينج ابوتمنت ولا احط له ايميديت تمبرري او ايميديت بروسيسس. اوكي سو اذا انا عندي 3 دايمنشنال اكس عندي سي بي سي تي تبعي وعندي كل هاي المعطيات شو ضايل عندي؟ انا اوريدي قبل ما يدخل مريضي عندي قبل ما اتفق مع مريضي اي نو بعرف هذا المريض هل هو قديش مده علاجه مينيموم و ما عمركم تعملوا انجيجمنت باليوم والساعه والدقيقه لانه انت بتنسى المريض ما بنسى. اذا قلت له 6 شهور يعني 6 شهور قول لمريضك انا مش رح ابدا اخذ قياسات قبل 6 شهور give your time enough اعطي لنفسك المارجن المريح للتعامل مع مريضك وقال مريضك بصير يتلكك يدور لك منين قلت لي 6 شهور هاي احنا صرنا 8 شهور اوكي. 2 بعرف شنو على الامبلانت بعرف شو حجم الامبلانت بعرف شنو على التريتمنت او سيرجيكال بروتوكول اللي بدي استخدم بعرف شو نوع التركيب اللي بدي احط وبالتالي انا ما فيش كثير مجال للصدفه هون اوكي. الامبلانتولوجي راحت لمستوى كثير متقدم ما عاد في مجال كثير للصدف اوكي. سو ديس ادفانتجز شو هو ديس ادفانتج تبع دي 3 بون؟ ابو رضوان وضعنا منيح تمام يا دكتور؟ تمام تمام يا دكتور تمام أوكي. اذا عطلنا وقفونا يا عمي تمام احنا متابعينك مركزين معك. اذا طولنا اذا طول يمكن الواحد في المغرب صار له فتره طويله ما حكاش مع حدا مش رح يسكت اليوم. احنا بنسمع معك يا دكتور مستمع. قولوا لي لما ازيدها قولوا لي. اوكي this type of bone is more delicate to manage شوي اصعب في التعامل than D1 و D2 bone. وبتمنى انه دكاترتنا اللي مبلشين في الامبلانتولوجي ياخذوا هذا الشيء في عين الاعتبار وخصوصا لما بنحكي عن posterior mandible. posterior mandible ما يغرك posterior mandible في عندك كورتكس منيح اول ما تيجي تبدا تعمل دريلينج تبعك تحس والله في مقاومه منيح بس فجاه رح يهبط وانت اذا ما اخذنا هذا الشيء في عين الاعتبار وعملنا دريلينج سيكونس العاديه زي ما بعمل في D1 بون واروح باي ذا بوك اعمل اول دريل وبعدين ثاني دريل وثالث دريل ورابع دريل وبعدين احط الامبلانت تبعي رح تكتشف ان الامبلانت تبعك نزل في الهو نزل مش رح تلاقيه مش رح تشوف وين راح حيكون الامبلانت بلعب عند الاي دي. سو يو نيد تو بي فيري كيرفول اطلبوا سي بي سي تي لوك ات يور سي بي سي تي اذا ما بتعرف احكي مع الدكتور احمد خليه يجي يفهمك اوكي. اذا ما بتعرف احكي مع الدكتور عماد قرش خليه يجي يفهمك. اذا ما بتعرف افتح كتاب خليك تعرف. اليوم ما عاد في ما العلم في متناول الجميع بس ما ناخذ كيسز صحيح بدنا نتعلم صحيح بدنا نكون جريئين بس في حدود. الجراه مع العلم كويسه جراه بدون علم بس جراه لحالها صعب شوي اوكي. ناو مور ديليكت تو مانج ذان دي 1 ودي 2 frequent lateral displacement during osteotomy و implant insertion. ايش يعني؟ يعني في كثير من الاحيان مثلا انا باجي بعمل upper jaw اوكي ببدا اعمل الاوستيوتومي تبعي ما فيش عندي حشوه فاضي ما في عندي سبونج بون كثير ضعيف ولكن في لحظه من اللحظات الدريل تبعي وين بطب؟ بطب في البالاتال كورتكس فشو بصير؟ البالاتال كورتكس بيعوجه اوكي. سو في هذه الحاله يو نيد تو بي فيري كيرفل لانه كثير من الاحيان بيتغير الاتجاه تبع الدريلينج تبعنا وكثير من الاحيان ممكن ناذي لانه البكل بون او البكل تيبل او البكل كورتكس كثير رفيع ولا اسهل من انه نعمل له انجري او نشطبه تماما اوكي. وبالتالي في هذه الحاله بي كيرفل من الافضل انه نشتغل بالايدتين ايد بتعمل دريلينج والايد الثانيه تعمل لها فينجر ريست عشان ما نزهط عشان نضل محافظين على الايديل لونج اكسس تبعنا. وبطبيعه الحال اذا بنشتغل جايدد كمبيوتر جايدد ذس از ذا بيست ما في مجال انه نغلط اوكي ما في مجال انه نزحف ما في مجال انه يصير في عندنا سليبرج اوكي. عشان هيك في هذا النوع بيصير في frequent lateral and apical perforations بالجايدد امبلانتس
guided implantology ما في مجال يصير معنا هذا الإشي أو بخفف منه كتير. أوكي؟ هذا النوع من الكيسز كتير من الأحيان وخصوصا في المكزيلا we need to change our surgical protocol. بدل ما أعمل زي ما حكينا قبل شوي, بدل ما أعمل normal osteotomy بدريلز, بدي أعمل osteotomy ب some kind of osteotomes, موسعات عظمية, بدي أوسع العظم, بدي أضغط sponges bone اعتمادا على الريزيلينس اللي موجودة عندي في المكزيلاري في نوع العظم تبع المكزيلي وأضغطه بدل ما أعمل له دريلينج. أوكي؟ bone compression أو bone splitting مع bone compression أو الاثنين. أوكي؟ الشيء الثاني زي ما حكينا we need sometimes special type of implant designs. ما مش نفس الإمبلانت هو بستخدمه في كل شيء طبعا it would be perfect, ولكن في كثير من الأحيان زي ما إحنا يعني منطقيا بالهندسة لو عندي المكان اللي بدي أحط فيه البرغي تبعي هش, بدي أستخدم برغي إلو initial stability أحسن aggressive أكتر. وهلأ بفرجيكم كثير من الشركات اليوم صارت تعمل, مش من اليوم طبعا, بتعمل different designs للإمبلانس تبعوتنا اعتمادا على الكلينيكال لوكيشن تبعه أو نوعية العظم اللي بدي نحط فيه. أوكي؟ So, كل ما كان عندي الإمبلانت بد تبعي مش ستيبل بدي أضطر إما أحسن نوعيته, أحسن نوعية العظم من D3 bone أخليها D2 كيف؟ بدي أضغطه, بدي أوسعه توسيع, ما بدي أعمله drilling. اثنين, بدي أحط فيه an implant that is aggressive. Implant مش 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 cylindrical بس tapered. Tapered بعطيني better initial stability وعنده الثريدز تبعوته أكبر بكتير, ثريدز أجريسيف كتير. وكمان هدول هم الحالات اللي إحنا بنقدر نستخدم وايد دامتر إمبلانتس, لأنه في كتير من الأحيان هدول الحالات خصوصا في البوستيرير ماندبل أو بوستيرير ماكزيلري ما عندنا مشكلة ويث حقيقية, المشكلة عندنا بالارتفاع وبنوعية العظم صحيح غالبية الأحيان. أوكي؟ بالتالي هذا this is a good occasion عشان نستخدم wide diameter implants. Okay. لاحظوا مثلا look at this, شوفوا ال threads الأسنان تبعوت البرغي, لاحظوا إنه هو نفس الكور, نفس ال diameter تبع الإمبلانت, الكور تبعه 3.3. طبعا احنا بنحكي بس مثال, هذا إمبلانت مثال, لا بس بدي التفكير. لاحظوا حجم دايامتر تبع الامبلانت تبعي 4 مليمتر دايامتر, 4.5 مليمتر دايامتر, 5 مليمتر دايامتر و 5.5, كلهم عندهم نفس الكور, بس اللي مختلف ايش؟ اللي مختلف هم الثريدز, حجم الثريدز تبعوت الامبلانت. This is more stable. هذا this is more stable and more aggressive. هذا اقل وهذا اقل. اختيارنا لحجم الزرعة ولشكل الزرعة والديزاين الخارجي تبع الزرعة تبعتنا لازم يكون حسب الحالة. أوكي؟ كل حالة على حدة. ما عندي إمبلانت بطوله من الجرار وكيف ما جات بضربه في أي مكان لازم يجي معي. أوكي؟ العكس صحيح, كله it's following your case. نفس الإشي نفس المنطق, لاحظوا هون عندي نوعية عظم أحسن مش بحاجة الإمبلانت يكون أجريسيف كتير, هون أقل شوي لأنه posteriorly, وهون طبعاً upper posterior. لاحظوا هو نفس الكور بس different diameter لكل الإمبلانت. ليش؟ لأنه this is more aggressive. So لما بنيجي بنختار اطلع على الكتالوج, ما تختار هيك, طلع على الكتالوج إيش موجود عندك, اختار نوعية الزرعة اللي بتشتريها, الشركة اللي بتشتريها based on what they offer, قديش عندهم نوعيات, قديش عندهم خيارات. Healing of D3 bone. For atraumatic healing, time frame اللي معقول is 6 months. Okay? كمان مرة. 6 months عشان إيش؟ عشان يصير عندي عظم وهذا العظم يصير mature. Okay? ما تصدقوا الناس بفرجوهم بقول لك this is in 6 weeks. هاي أخذنا قيام. Okay, صح فيه. بس اعتمادا على نوعية العظم depends on the type of bone اللي عندي. الشطارة انه احدد انا مسبقا او يوم العملية احدد شو نوع العظم اللي عندي. اوكي؟ واعتقد انه احنا بنقدر based on اول شيء اذا انا عارف الكلاسيفيكيشن تبعتي, وبالتالي على الاكس راي هي موجودة عندي, اثنين عارف اللوكيشن, ثلاثة
أنا يوم العملية already أنا عندي tactile sensation. هذا هو اللي راح يحدد لي كل إشي. وبالتالي ما في مجال إنه أستخدم أي implant اعتباطاً أو أي طريقة drilling اعتباطاً أو أي نوع التركيب اللي بدي أحطه اعتباطاً والتايم فريم اعتباطاً. ما عاد. أوكي؟ Now you need to allow for bone mineralization عشان هذا العظم يصير ماتور يصير عظم ناضج وقوي بما فيه الكفاية على الكونتاكت تبع الزرعة تبعتي قبل ما أعمل لودينج. أوكي؟ لاتي هدول الكيسز D3 bone are excellent cases عشان إما نعمل delayed loading أو progressive loading go and google it up. Progressive loading يعني gradual loading, يعني أنا أول يوم لما بحط الهيلينج أبتمنت تبعي في دم المريض وببدأ لسان المريض يلعب فيه this is progressive loading. إذا أنا بعدها كمان بحط temporary prosthesis ومش in occlusion وبعدها بعود بحط temporary prosthesis resin وبعدها بحط permanent, this is progressive loading. Okay, المهم انه انا ما اعمل permanent loading وما اعمل occlusal scheme. ال permanent occlusal scheme تبعي اعمله انا لسه العظم تبعي حوالين الزرعة هاي مش ناضج. It takes time. Okay, this is how it looks like. طبعا تقريبا هذا اكثر D4, this is how it looks like. Okay, في عندي كورتكس ولكن جوا الكورتكس مخردق زي السويس تشيز, ما في عندي شيء. Fine trabecular bone او D4 bone, the worst. D4 bone, least density, little or no crestal, ما تقريبا ما عندي كريست. Okay, تقريبا ما عندي كورتكس. وين بنلاقي؟ mainly في البوستيرير ماكسيلري, وخصوصا في الناس اللي صار لهم زمان قالعين الاسنان وصار عندهم بنوماتايزيشن ببطل عندهم ما في شيء يعني. هذول يعني كثير مشاكل ليتلي يعني التعامل مع هذا النوع من البيشنتس او الكيسز باستخفاف ممكن يعملنا مشاكل مش بسيطه. ليتلي one of my patients نفس الاشي, I push the envelope شوي وحاولت انه اسرع, حاولت اتشاطر و I got my implants displaced inside the sinus وتغلبت كتير. So, يعني لما يكون عندنا هذا النوع من المرضى D4 bone you need to be very careful, very careful. Okay, it's rarely observed in the mandible, من النادر انه نلاقي هذا النوع من العظم في المندبل. لان هذا عظم لا عندك كريست ولا عندك حشو في جواها. هاونسفيلد فاليوز من 150 إلى 175 HU. تاكتايل سنسيشن يعني تقريبا زي ستيروفورم اللي احنا بنعمل عليه كيف اللي بنتدرب عليه زي الفوم بنتدرب عليه عشان نعمل دريدنج للامبلانتس, يعني زي الجبنه ما عندوش مقاومه من مره. اوكي, disadvantages بطبيعة الحال ما عنده ولا أي نوع من الadvantages. disadvantages يعني إلا إنه هذا فيه blood supply. okay, difficult initial stability بهذا النوع من العظم كتير صعب إنه نعمل initial stability, بتروح هون بتغير كذا. إذا أنا ما عملش طريقة إنه أحسن نوعية العظم تبع إما نعمل bone grafting إما نعمل some kind of a بعض انواع البرز اللي موجوده اليوم زي الفيرسا دنسا برز تعمل لي شويه densification العظم تبعي او نوعيه العظم تبعي, او نعمل some kind of a bone compression نوع من 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 انه اخلي نوعيه العظم احسن, اكثف العظم تبعي, احوله من دي 3 او من دي 4 لدي 3 او من دي 3 لدي 2. مهم لما بعمل تخطيط للكيس تبعي انه ازود عدد الزرعات قدر الامكان في الكيس. يعني اذا عندي missing 5 6 7 ما اقعد اتفلسف اقول لمريضي بدي اوفر عليك بحط لك 2 امبلانتس, بحط الخامس ونحط السابع ونحط عليهم. من الاحسن انه ما تعمل هيك, من الاحسن انه في حاله عندي upper
5 6 7 مش موجودين او 4 5 6 7 مش موجودين, من الاحسن يكون عندي the maximum number of implants عشان السكسس ريت تبعي مستقبلا, عشان السكسس تبع الكيس تبعي. Think of using wide diameter implants. طبعا استخدام ذكي للاوستيوتومي تبعتي, للدريلات تبعوتي, مش ضروري استخدم كل الدريلات. الدريل الاول او الثاني وبس توسيع لمدخل الامبلانت and that's it. Two stage surgery recommended. ما نتفلسف, ما نحط implants وحتى نحط عليهم healing abutments, لانه مجرد كون المريض بيلعب في هذا الامبلانت بلسانه في عظم نوعيته سيئة زي D4 bone, it's وصفة للفشل. No cantilevers بطبيعة الحال. I don't recommend you to do any cantilevers في هذا النوع من 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 الامبلانتس, and it takes time. إذا ما عطيناش للحالة 6-8 شهور عشان يصير لها, عشان يصير لها maturation, عشان يصير لها healing, صعب كثير إنه نقعد نركب عليه, خصوصا في مناطق بتتلقى occlusal load كثير عالي. طبعا in the literature it has been described إنه D5 bone اللي هو immature bone اللي هو generally بنلاقيه في داخل sinus grafts قبل ما يصير لها maturation منيح, واللي هي أقل 150 house field units أو أقل. Conclusion هيك بس بدنا خلاصة ل إيش بدي أوصله من كل هذا. أول إشي, أول إشي والأهم بالنسبة إلي إنه densities مختلفة, بتختلف اعتمادا أو حسب اللوكيشن وحسب قديش مضى على المريض وقت فقد الأسنان. أوكي, ما عنديش ما في, هي مش رياضيات, مش anterior maxillary أو anterior mandible معنا البون تبعه هيك. No احنا شفنا انه دي 3 بون ممكن يكون في الماكسيلا anterior posterior, ممكن يكون في اللور ماندبل, في البوسيري ماندبل كمان. اوكي, دي 1 بون بالتأكيد is the strongest بون. اوكي, 10 مرات اقوى واقصى من الدي 4 بون. اوكي, additional bone healing time and progressive loading improves density. كل ما انا انتظرت الوقت الكافي عشان يصير لي healing, وكل ما انا درجت التركيب تبعي, كل ما بيتحسن الدنسيتي تبع العظم تبعي. Progressive loading improves density, improves your bone quality. الأهم بالنسبة إلي إنه كل واحد فينا يتعلم يستخدم أول شيء الإمبلانتس تبعوته, والإمبلانت placement technique, implant حسب الحالة, حسب كل حالة. أوكي, هون هاي الحالة بدي أعمل فيها drilling, بدي أعمل فيها bone compression, بدي أعمل فيها ridge splitting و bone compression, and so حسب إيش موجود عندي وحسب نوعية العظم اللي موجود عندي. آخر إشي, I want you to buy or to use implant shapes, implant sizes, implant numbers حسب كل حالة بحالتها. كل حالة مش شبه التاني, كل حالة مختلفة عن التاني, كل حالة مرق وقت معين من يوم ما صار الاكستراكشن. كل حالة, هذه ماكسيلري وهذا ماندبل. ماكسيلري بطبيعة الحال هو عظم ما بتحمل لودز, عظم ريزيليانت بتخلص من الديسيبيت لود, بعكس الماندبل. ماندبل هو عظم بحط فورسز, بتلقى فورسز وبالتالي بتحمل, ونوعية العظم, تكوين هذا العظم هو بسبب لي وولفز ثيوري, بحسب هذا العظم شو بتعرض لفورسز. اذا تعرض لفورسز كتير راح يصير عظم قاسي. اذا انشالوا الاسنان وبطل عنده فانكشن, فهذا العظم راح, اول شيء راح يقل, اثنين نوعيته راح تقل. عشان هيك زي ما حكينا قبل شوي, انديكيشنال امبلانتس مش بس انا بدي اتونتس, لانه الامبلانت تبعي هذا راح يرجع الفانكشن لهذا العظم, وبالتالي راح يرجع نوعية عظم أحسن مكان الإيدنشلس إيريا. أوكي؟ وبالتالي إذا ما عادش زي ما حكينا في الأول بدين المحاضرة, ما عاد في مجال للنقاش ما بين إنه أنا مش موجود عندي هذا السن, هل نعمل 3 unit bridge أو نعمل implant. شكرا جزيلا, يعطيكم ألف عافية على انتباهكم, وشكرا لوقتكم. يعطيك العافية دكتور. الله يسلمك. Thank you very-
راح الصوت انا. شكرا شكرا ابو وجيه، يعطيك العافيه محاضره. يعطيك العافيه ابو علي، معلومات ممتازه وقيمه و very concise to the point, very practical. يعني I did enjoy it. I did with personally. I didn't feel how time flies. يعني very excellent lecture. أنا لا هذه this is the truth. ما فيها أي مجاملة حقيقة يعني. وأنا برأيي يعني I always say about the bone. Bone is يعني the most sophisticated organ in the body. Well, we don't know. It's the most enigmatous part of all human structures that we all think that we know, but it's a big enigma. And that's why in many occasions, the outcome of what we do with the bone is unpredictable. And while having said that, at the same time, زي ما حكيت انت تماما, we need to study the bone and we have to plan ahead of our procedures. Everything you mentioned, I want just to reiterate. يعني plan ahead, do good planning before you do an implant. Implant is not a hole in the bone and then you screw it. It's not like this at all. And thank you very much. Have a good time. ونشوفك قريبا إن شاء الله. عشت أبو علي، أنا مشتاق لك جدا حبيبي. بون ستستون. إذا مشتاق لما تيجي بتحكي. خلاص. والله غير أحكي، أنا مقصر دائما، بس حبيبي بتعرف قديش بعزك أنا. دكتور حبيبي أنت. شكرا شكرا. دكتور رائد جلاد. نعم عيني. حضرنا حالك أنت المرة الجاية عليك. والله بعد مروان صعب، بعد أبو وجيه صعب يعني نطلع هيك. تعطينا فترة. لا تنسى الناس الله يخليكم. بدنا اول شيء نشكر الدكتور مروان. بدي حابب احنا لو نطلع اللي بيقدر يطلع صورته يطلع فيديو يعني على اساس ناخذ انه يعني هذه والله انا عم دكتور عمار شبير يسعد مساكم. انا معلش يا ابو جيل اسمع الحلاق تبعي ما هو شو اسمه المدام صارت هلا عشان اللي ما عندوش شو يعمل. يعطيك العافية استاذ مؤديت حكيم، يعني شكرا محاضرة بسيطة سهلة يعني يعني بتلمس كل الأطراف، يعني سواء واحد عنده خبرة أو واحد بيسوي إمبلانت لسه مبتدئ، يعني تبس حلوة شغلات بسيطة سهلة يعني شرح رائع. يسلموا إيديك على المحاضرة. سلام دكتور، يا الله يحييك. الله يسعدك. هذا مثل مساك. بدنا تعزمنا على فنجان قهوة يا حكيم. فيرتشوال ولا حقيقي؟ إن شاء الله حقيقي إن شاء الله. فيرتشوال حياك الله هلا بروح بعمل. إن شاء الله ربنا بفرجها إن شاء الله عن قريب ونلتقي إن شاء الله. أنا دكتور مروان. حابب بدي أطلب منكم كمان مرة بقدر يطلع فيديو دكتور مضى دكتور أحمد عويضة دكتور جواد. بس بدك تعمل ستوب للشيرنج ابو رضوان، بدك تعمل ستوب للشيرنج بالاول على اساس يطلعوا. ايش جلال؟ بدكم تعمل ستوب للشيرنج يعني توقفوا شيرنج الشاشه على اساس. اوكي 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 اوكي. من عندي يعني؟ من عندك صحيح. اوكي 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 اوكي. طيب احنا يعني بدنا نشكر الشيرنج. اوكي هيك منيح. انا يعني والله كثير مبسوط في هذه الجمعه بصراحه. حس الواحد حاله رجع يعني للمود للشغل. يعني شايفكم مبسوط فيكم والله كثير من قلبي يعني الصراحه. هيك الواحد شعور جوات. يسلموا ايديك يا ابو رضوان، يسلموا ايديك انت والدكتور ابو وجيه كمان. يعني لصدق الامانه ابو وجيه معك دكتور مهدي السخن. سلام دكتور مهدي، حياك الله حبيبي. عافيه دكتور مهدي، شلونك اخبارك؟ الله يسعدك، مشتاقين والله. لا زلت محاضراتك استمتع فيها من امتى انا بزرع، ولكن فعليا استل هاي المحاضره اتس ا ماست انه كل طبيب او كل واحد مقدم على عمليه زراعه او انه بيحب انه يمارس هذا الفن لازم يكون عنده الفندمنتال بيسكس اند نوليدج اباوت ذا بايولوجي اوف ذا بون، زي ما تفضل الدكتور رائد جلال كمان وحضرتك.
وأنا بتشكر أبو رضوان، تيودنت، الشباب كلهم، دكتور هيثم، دكتور عمار، دكتور مضر، كل الموجودين معنا أكيد، دكتور أيمن، بتشكركم كلكم على هذا التنظيم الرائع والمحاضرات ذات الجودة العالية، يعني مفخرة والله. الله يعطيك العافية دكتور مروان. احنا يعني بدنا نتشكرك الصراحة بالفعل، المحاضرة يعني عن جد تلمس كثير شغلات، هي عبارة عن بتحكي عن أنواع العظم، بس أنت رحت يعني ديبلي يعني النوع العظم وين وكيف تتصرف وشو الإمبلانت وشو الدريلينج وشو المخاطر وشو الأدفانتجز وشو الأدفانتجز، يعني بصراحة هي إشي كثير حلو. سلم يديك وعينيك، يعني ما شاء الله عليك، دائما بيض وجهنا، الله يبيض وجهك جميعا إن شاء الله دائما. الله يبارك فيك حبيبي إن شاء الله. تسلم تسلم حبيبي، بارك الله فيك. الله مشكورين على جهدكم، والله جهد رائع بصراحة. الله يخليك ويبارك فيك. الله شكرا لكم جميعا. احنا بكرة عندنا محاضرة للدكتور جواد والدكتور علاء حسين، 3D Technology in Maxillo Facial Surgery. ان شاء الله هيك برضو من نتأمل الساعة 6 مساء، يعني هيك طولناها شوي لأنه شوي صار الوقت يعني التوقيت الصيفي وال فستة مساء دكتورنا. بنتأمل برضو نشوفكم احنا بكرة، نجتمع كمان مرة، وعامل انه الأسابيع القادمة أو الأيام القليلة القادمة انه ربنا يفك هالكرب ويصير يرجع الواحد للشغل بشكل تدريجي وبشكل خطوة خطوة. ان شاء الله ربنا بيسر الأمور وبرجع كل طبيب لعيادته، بنرجع للشركة، بنبدأ نشتغل يعني ونتقدم في الحياة العملية ولا سابق روتيننا أو عملنا، شوي شوي إن شاء الله بنرجع سويا لحياتنا الطبيعية. أمين يا رب. أنا كثير بتشكركم كلكم، يعني الدكتور مرام بالأخص محاضرتك القيمة وجميع الأطباء المشاركين معنا هون، دكتور عمار، دكتور هيثم، دكتور أيمن، دكتور مضر، دكتور جواد، والدكتور رائد كان معنا، وأحمد، كلكم يعني كل واحد، بديش أكون نسيت حدا لأنه العدد كبير. أما شكرا لكم، شكرا لوقتكم، شكرا لعطائكم، وربنا إن شاء الله بيجعل كله في ميزان حسناتكم. يعطيكم ألف عافية، نراكم على خير إن شاء الله. شكرا شكرا، السلام عليكم. يعطيكم العافية جميعا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم.